السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا توضيت هنا على شراب، هم فسخت الشراب ولبست شراب ثانيات، ما أدري وش يعني. ما دمت على طهارتك إيه؟ فصل لما شئت، لكن إذا انتقلت طهارتك فلا بد أن تخلع الشراب الأخيرة. إيه؟ تغسل. لا يعني فسخت الشراب مرة، يعني كان عليه شراب إيه؟ هم انت وضيت مسحت عليه. نعم. هم فسختهن ولبست شراب ثانيات. متى لبست؟ عقب ما توضيت. طيب هذا لو توضيت وضوء كامل. اي. خلاص. مسحت عليه. مسحت على الشراب الاولات. مسحت على الشراب الاولات. اي. ثم؟ هم فسختهن مره يعني ما صار عليه شراب. زين. هم لبست شراب غيري. وانت على وضوءك اللي انت ماسح فيه. اي. ما يصح. يعني ما تمسح على ذوق. لا بأس تبقى على طهارتك. اي. تبقى على طهارتك. لكن لا تنسى على هذا. جزاك الله خير. فهمت عني؟ إيه إن شاء الله.